موسم الزراعة الشتوية تبدأ مخاوف المزارعين من الإصابة بالآفات المرضية والحشرية التي تضر بالإنتاج وتقلل من عائد الزراعة، ولأن الوقاية دائما خير من العلاج، تلعب العمليات الزراعية دورا كبيرا في حماية المحاصيل من الآفات وتجنب حدوث الأضرار الناجمة عن الإصابة. احنا داخلين على الموسم الزراعي الشتوي، خلصنا من الصيف هنخش على الموسم المحاصيل الشتويه، عايزين نعرف التوصيات اللي نعملها ايه عشان بس يبقى في محصول يعيشنا معيشه كريمه ومعيشه كويسه، ونقدر برضو نفيد البلد من خلال الزراعه اللي احنا بنزرعها والحاجه اللي بنعملها. من خلال قناه مصر الزراعيه بنقول لكل المزارعين كل عام وانتم طيبين بمناسبه انتهاء المحصول الصيفي وبدايه المحصول الشتوي، ومن خلال قناة مصر الزراعية فرصة كبيرة ان احنا نكلم اخواتنا المزارعين والمهندسين الزراعيين، نكلمهم عن ايه المهم نعمله دلوقتي في الفترة دي علشان ما نقعش في اخطاء بعد كده نندم عليها. احنا في بداية الموسم بنبدأ بالخدمة الجيدة. الخدمة الجيدة انا في مثل دايما اقوله لاخواتنا المزارعين والمهندسين وكل الدنيا، ان الارض اللي يخشها شمس ما يخشهاش مرض. يبقى الاول حاجة بالنسبة لمحصول القمح مثلا، خدمة جيدة لمحصول القمح من حرث وتشميس وتزحيف وتنعيم. ليه؟ عشان لو في بعض آفات حشرية او بعض عزارة او بعض نقتلها الشمس، يبقى دي اول حاجة. الحاجة التانية ان احنا ممكن نقول لاخواتنا المزارعين ان في بداية موسم زراعة بطاطس، زراعة فراولة، نقول لهم الخدمة الجيدة، لان البطاطس اساسا بتبقى في داخل التربة في بطن التربة، فالخدمة الجيدة برضو مهما كان بتخدم الارض، لانك انت بتزرع ايه تعرف انت تحدد زراعتك ايه. دي بالنسبة للخدمة الجيدة. الخدمة الجيدة أنا يعني عاوز أقول مزارع يفكر أنا هزرع إيه؟ أنا هزرع قمح، يبقى أختار الصنف المقاوم للأمراض. يبقى طالما أنا بحط أسئلة في دماغي للمزارع أقول له حط أسئلة، أنت تزرع إيه؟ تزرع صنف، عاوز منه إيه؟ عاوز إنتاجية عالية، تبقى تخدم الأرض خدمة كويسة، تدور على الصنف اللي أنت هتاخده صنف مقاوم للأمراض، بالتالي الصنف المقاوم للأمراض ده أهم حاجة تحدده. تحدد في حاجات تانية مهمة جدا، إن أنت برضو تبدأ ميعاد زراعة الأمثل، ميعاد الزراعة الأمثل لبعض المحاصيل بتاعتك. أنت عارف القمح بيتزرع مثلا من نص 11 لنص 12، يبقى في الوجه البحري، الوجه القبلي بنبدأ في بدري شوية في 1/11، يبقى كل واحد في منطقته يعرف ميعاد القمح المناسب يبدأ يزرع فيه. في أصناف بتتزرع بدري يعني في المواعيد البدري، وفي أصناف تانية بتتأخر شوية. فأنا برضه أقول للمزارع تسأل المهندس الزراعي، والمهندس الزراعي يرشدك ويعمل ندوات ويقف جنب المهندس جنب المزارع. لأن بقول لكل المهندسين الزراعيين في كل الجمعيات ابدأوا انتشروا واعملوا ندوات في الجمعيات، اقعدوا مع المزارعين كلموا معاهم. ليه؟ لأن الكلام مع المزارع بتفكروا وبتعرفوا إن عشان يا جماعة أنا بقعد مع مزارعين كتير، المزارع يقول لنا أنا بعرف زراعة أبا عن جدا، الموضوع ده عاوزين نغيره بقى، السلوك ده عاوزين نغيره. ليه؟ لأن في بعض حاجات اتغيرت، العوامل الجوية اتغيرت، في درجات حرارة بتنخفض أحيانا جدا بتخليك تغير كل النظام بتاعك. زي السنة اللي فاتت مثلا حصل موضوع بطاطس في الألوبية، الموضوع ده كان خطير جدا. خطير ليه؟ لأن المزارع متعود أن يزرع في هذا الميعاد، البطاطس جت اتأخرت شوية، اتأخرت جت في درجات الحرارة كان 7 درجة مئوية، يبقى 7 درجة مئوية ما حط البطاطس في الأرض والأرض والتربة 7 درجة مئوية مش هتجيب لي مش هتنبت اساسا. يبقى يا جماعه خلوا بالكم، عمليه الزراعه انا بعتبرها حرفه واحتراف، ما هياش مهنه وكلام فاضي. احنا عاوزين نحترف وعاوزين نتخصص في الزراعه بتاعتنا، واحنا فرصه القناه المزرعيه بتنتشر دلوقتي من قبل المحصول ما يتزرع، وتجيبنا ونتكلم بما يرضي ربنا عشان نوضح لكم الصوره. انا مثلا القمح انت خلاص عرفت الخدمه الجيده، عرفت الصنف بتاعك، يبقى في حاجه واحده قدر انت ما لقيتش تلاقيه في السوق،
يبقى ما هاش ماتت الدنيا او انتقلت الدنيا، انت جبت قوي من عندك صنف يكون كويس، وبعدين تحط له مطهر فطري. مطهر فطري ضروري جدا، ضروري جدا ان انت تعامل التقاوي بتاعتك بمطهر فطري، وتهزها وتغربلها وتنقل الحلوه منها وتزرع. ليه؟ لان عشان انت عاوز نهايه المحصول انتاجيه، عاوز 20 ارداب ولا عاوز 30 ارداب؟ انا عاوز المزارع يفكر انا عاوز اجيب ايه. في مزارع بيوصل ل 30 ارداب بجابها نتيجه ايه؟ نتيجه توصيات فنيه التزم بها من بدايه الموسم مع المهندس الزراعي الى اخر المزارع. يعني فانا عاوز برضه مزارع الفاصوليا، اما نزرع الفاصوليا يبقى المفروض ازاله الحشائش. ليه ازاله الحشائش؟ ازاله الحشائش كاروس، كاروس هو ما ال 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 البعبع بتاع الفاصوليا بتاع الفراوله، يبقى ما فيهوش حشائش، يبقى ما فيش راس الغيط، ما فيش حشائش. يبقى طالما ما فيش حشائش يبقى ان شاء الله هتقل الاصابات. عندنا برضه السباخ البلدي، في ناس بتجيب سباخ بلدي من المؤاخذه من الزريبه او من الحصيره وترميه طازه على طول على في الارض، ده غلط جدا يا جماعه. احنا عاوزين السماد البلدي القديم المتحلل اللي هو ممكن نعمله كومبوست، اللي ممكن يكون كومبوست. وانا بناشد المزارعين كلها مخلفات، مخلفات الغيط ما هيش مخلفات، ده هي منتجات الحطب اللي موجود على راس الغيط ده، انا ممكن استغله واعمله كومه سماديه وانزلها الارض بتاعتي، هتحافظ على ارضي من الحشائش ومن النيماتودا ومن كل شيء. فانا بناشد اخواتنا المزارعين الاستخدام البلدي، السماد البلدي القديم المتحلل، لان اللي هو الجديد يا جماعه بيجذب لي الحفار، بيجذب لي الدوده الارضه، وبيبقى عامل مساعد لانتشار الحفار والدوده الارضه. دي من ضمن الحاجات. الحاجات الثانيه انا عاوز التسميد مثلا، التسميد في المحاصيل كلها يبقى متوازن. اعرف اسال المهندس الزراعي اقول له احط قد ايه سوبر فوسفات؟ يعني انا المزارع الوقت هو بساله وبقول له هتحط قد ايه للبطاطس؟ قال لي احط طن سوبر فوسفات للفدان البطاطس. قلت له لا، طن كتير جدا، ما تحطش اكتر من 10 شكاير سوبر فوسفات للبطاطس، وحط شكارتين كبريت. وانا دايما يعني مش عارف حد، يعني عاوز اقول توصيه بسيطه كده، الكبريت الزراعي يا جماعه، الكبريت الزراعي اسمه الساحر، الحاجه الوحيده اللي هو مسجل مبيد حشري ومبيد فطري ومسجل مغذي ومغذي ومنظم للبي اتش بتاع التربه. يبقى شوف الكبريت الزراعي فوائده قد ايه، فوائده كتيره جدا. مبيد حشري، مبيد نستخدمه كبريت مكروني، مغذي نستخدمه سوبر فاين، يعني حاجه جميله جدا ان الكبريت نحطه في اثناء الخدمه، شكاره كبريت او شكارتين كبريت باقصى حاجه في البطاطس، في القمح، في كل حاجه، بيظبط البي اتش بتاع التربه وبيساعد لي على كده. انا دايما تاني اقول الكثافه النباتيه، الكثافه النباتيه يا جماعه مهمه جدا، الكثافه النباتيه، لان انا زودت الكثافه النباتيه بزود الرطوبه وبزود الافات وبزود الامراض في عندي في الغيط بتاعي. يبقى الكثافه النباتيه مهمه جدا. ازرع بالسطاره، القمح ازرع بالسطاره، او اذا كنت ببدر بدار كويس جدا، واحد معدل بتاعي اللي هو 30 كيلو 40 كيلو او 45 كيلو للفدان، يبقى 45 ما احطش الثلاث شكاير، ما احطش شكارتين، يبقى المعدلات بتاعتي التقوي احطها مظبوطه، لان الكثافه النباتيه مهمه جدا، لان دي مهمه. التخطيط مثلا في البطاطس، التخطيط في اي زرعه ثانيه، الفاصوليا مثلا لو خططت على ضيق وزرعت مسافات بسيطه فالكثافه النباتيه هتبقى عاليه، الكثافه النباتيه عندنا هتنتشر الافات وتنتشر الحشرات وتنتشر كل حاجه. يبقى احنا ليه نتاخد، لو انا زودت ازوت برضه كذلك الازوت يا جماعه، الازوت بنحافظ عليه وعندي المعدلات بتاعته بالظبط، لان التوازن في التسميد مهم. لان انا لو زودت ازوت، الازوت بيخلي النبات غض ومزرق، المن بينتشر عليه والحشرات بتنتشر عليه. فاحنا من هنا وبرضه في حاجه اسمها الجعل الورد الزغبي، ده منتشر جدا بالنسبه، شفناه السنه اللي فاتت في القمح، بيبوظ بعض سنابل القمح، بياكل منها بيخلي الحب ابيض وبياكل المبايض بتاعت القمح. فانا بقول للمزارع من دلوقتي اذا كان عندك الجعل الورد الزغبي ده وانت شاكك، حط على السباخ البلدي القديم المتحلل، حط كبريت او جير بحيث ان يموت البيض بتاع الجعل الورد الزغبي. فاحنا من خلال قناه مصر الزراعيه بنناشد جميع المزارعين اللي هم اللي هيزرع فول، بيزرع بيروي ريه كدابه عشان الحشائش تمشي، يعني احنا فرصه قدامنا دلوقتي نقضي على الحشائش بدون استخدام مبيدات، ان احنا اللي ممكن يروي ريه كدابه عنده ارض مبوءه بالحشائش، يروي ريه كدابه وبعد كده
البحري هيقلل 90% من الحشائش الموجوده عنده في الحقله عشان ما نستخدمش المبيدات باسراف ولا استخدام بدون لازمه. احنا برضو بنقول للمزارعين ان عندنا معامل تحليل للنماتوده، فاللي عاوز برضو خايف من النماتوده ما يستخدمش اي مبيدات اسراف في المبيدات، يجي ياخد عينه من التربه بتاعته ويروح يحللها عندنا في التربة. لو في نماتوده هنقول له حط ايه عالج ايه بالمبيدات الموصي بها، ما يستخدمش اي حاجه غير موصي بها نهائي. وبناشد اخواتنا المهندسين الاستمرار في عمل الندوات والاستمرار الالتحام بالمزارع، ودايما يا جماعه الوقايه خير من العلاج. انا لما ابدا من الموسم بتاعي صح وزراعه صح عمر ما هيجي لي الافات ولا الامراض، هتيجي بنسب بسيطه ممكن نتغلب عليها ببدائل المبيدات وبحاجات بسيطه جدا. لكن الحشائش على راس الغيط نشيلها، الحشائش على في الترع وننظفها، الري يكون بالحوال، لان لو زودت الري في اي محصول من المحاصيل هيؤدي الى برضه انتشار افات وامراض، وهيؤدي الى موت بتاع الامراض الجذور. فاحنا بنناشد المزارعين من بداية الموسم الاستخدام التوصيات التي توصي بها وزارة الزراعة أو البحوث الزراعية، وإحنا بنشكر البحوث الزراعية دايما لأنهم بتقدم لنا الجديد، وإن إحنا بننقل الجديد عنهم إلى إخواتنا المزارعين والمهندسين الزراعيين. بنقول لهم دايما يبقى في الاكتشاف المبكر من الإصابة مهم جدا. أنت لما بتكتشف الإصابة مبكر وبتقدر تعالجها بطريقة سهلة ومبسطة، أنت لما يكون جنب المزارع تزرع الصنف المقاوم للمرض، الصنف المقاوم اهم، هي دي اهم حاجه، الصنف العالي الانتاج، تشوف الاصناف العاليه الانتاج وتدور عليها، ما تزرعش من على السطح، ما تزرعش من اي حاجه، الا ازرع الحاجه اللي انت تضر عليك بالانتاج. وانت ان عملت التوصيات اللي احنا بنقول لك عليها، الخدمه الجيده، الكثافه النباتيه تكون مظبوطه، ازاله الحشائش، حط التبريد الزراعي في التربه مع السوبر فوسفات، ده كله بيقلل من الافات اللي بتقابلك في الموسم الجديد. واحنا دايما مع المزارع دايما في قناه مصر الزراعيه بنوصي له بانه ان يلجا للمهندس الزراعي وما يلجاش للتاجر على اي حاجه، لان المهندس الزراعي موجود وعنده المعلومه، واللي ما كانش عنده المعلومه نسال المتخصصين، والمتخصصين بينزلوا معانا وبيبحثوا معانا ونحل مشكلتنا باول باول. وانا شاكر لقناه مصر الزراعيه لتواجدها دايما معانا واخواتنا المزارعين. إن بعض القرارات التي يتخذها المزارع إضافة إلى الجهد الذي يقوم به خاصة في بداية الموسم يجنبه الكثير من المشكلات المتعلقة بالإصابة بالآفات، ويحمي محصوله من الخسائر الناجمة عنها، كما يساعده على تقليل تكلفة الإنتاج وزيادة هامش الربح.